عند المتابع للشأن السوداني، لأن ما تم إخراجه من بيانات ومن مواقف حتى من محللين السياسيين السودانيين لمعارك الخرطوم الفترة الماضية، بأن الخرطوم بشكل كبير باتت تحت سيطرة الجيش. الآن يتم فرض حالة الطوارئ من أجل إعادة بنية حالة مؤسسية مرة أخرى في السودان، ولكن الآن نسمع بأن المعارك عادت للسودان. هذا يعني خلل في الحالة الإعلامية أو خلل في الحالة النخبوية في تعريف ما يحدث الآن حقيقة في الخرطوم، أم أن الدعم بالفعل هو لديه مراكز قوى يستطيع أن يعود إلى نفس المناطق مرة أخرى؟ نعم، فيما يتعلق بولاية الخرطوم نحن نتحدث عن ثلاث مدن رئيسية: الخرطوم وبحري وأمدرمان. فيما يتعلق بأمدرمان هي التي حدث فيها تحسن وتحول كبير وسيطرة شبه كاملة للقوات المسلحة والقضاء على ميليشيا الدعم السريع، وفي مراكز رئيسية في منطقة أمدرمان، في أم بدات وفي الثورات وفي قلب أمدرمان وفيما يعرف بأمدرمان القديمة. بحري هناك عمليات مستمرة على مدار أسابيع ماضية، قبل يومين كان هناك عملية طويلة للقوات المسلحة تؤشر إلى أن هناك نهج جديد يقوم على الهجوم. الخرطوم ما زالت بنفس الترتيب القديم، الخرطوم المدينة والمحلية، هناك تواجد لميليشيا الدعم السريع، لكن أيضا هناك تحرك للقوات المسلحة. تحرير أمدرمان والتحركات الكبيرة في بحري ربما تكون الخطوة الثالثة، التوجه نحو الخرطوم. المراقب للشأن العام والمتتبع لتصريحات القيادة السياسية والعسكرية يعني يمكن أن نصل لنتيجة أن هناك خطة جديدة بناء على التحرك على الميدان، فضلا على تحركات القوات المسلحة في محاور مختلفة: أمدرمان، بحري، ثم الخرطوم، وكذلك ولاية الجزيرة ومدينة مدني. يعني كل المؤشرات أن المناطق دي قد تشهد قريبا تغير في طبيعة السيطرة الميدانية لصالح القوات المسلحة، بالإضافة إلى جهود القوات المسلحة والقوات المشتركة، قوات الكفاح المسلح في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، وتصديها لعدد كبير من هجمات الميليشيا. ربما المشهد بكامله في طريقه للتحول. التصريحات السياسية الصادرة من الرئيس البرهان في الفترة الماضية ومن بقية القيادات السياسية والعسكرية تشير أن هناك لغة جديدة تقوم على الثقة والقدرة على إنهاء هذا التمرد، وأن المرحلة السابقة كانت مرحلة ضرورية لإنهاك الميليشيا واستنزاف قدراته وإمكانياتها ومحاصرة الإمداد الذي يأتي من مناطق خارج السودان بطبيعة الحال وبتمويل للأسف من بعض دول الإقليم. أننا أمام مرحلة جديدة، الجميع يترقب هذه المرحلة، أتمنى أن تكون نتائجها سريعة لصالح الشعب السوداني الذي يعاني كثيرا على مدار الشهور الماضية. طيب، إلى الحالة السياسية الدولية، أمريكا كما نتابع الأيام الماضية هي جددت فتح الملف السوداني بشكل كبير وتهتم الآن بالحالة السودانية. لماذا بالأساس الآن وجدنا أمريكا تهتم بالحالة السودانية رغم أنه لا جديد؟ يعني ما زالت المعارك مستمرة وما زال الداعمون موجودين وما زال الشعب يقاوم، يعني ما هو الجديد الآن؟ لا، الجديد أن هناك عندما نتحدث عن المجتمع الدولي نحن نتحدث عن تغيرات كبيرة في المشهد الإقليمي والدولي، ليس فقط ما يجري في السودان. هناك إعادة رسم لخريطة المنطقة بشكل كامل على المستوى الأفريقي وكذلك على المستوى العربي والإسلامي. هناك تحركات كبيرة، أمريكا لا تتحرك إلا عندما تستشعر قدرة روسيا على التحرك وكذلك الصين في اتجاه أفريقيا. الآن هناك حركة دؤوبة على أقل تقدير لروسيا، هناك زيارات لوفود سياسية وصلت إلى بور السودان، وهناك زيارات أيضا أمنية تمت في مراحل سابقة بين موسكو وبور السودان، والآن نحن أمام زيارة مهمة لنائب الرئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقاب. هذه الزيارة هي الثانية الصحيحة، الأولى كانت مع بدايات الحرب وفي إطار القمة الروسية الأفريقية، لكن أيضا لها خصوصية التحرك الدولي، تحرك روسيا على وجه الخصوص في هذه المنطقة، والقضية الرئيسية والصراع حول النفوذ في البحر الأحمر والسودان دولة رئيسية في هذا المحور. كل ذلك يجعل تحرك الولايات المتحدة الأمريكية هو رد على التحرك الروسي، يضاف إلى ذلك أن هذا التحرك الروسي السوداني مصحوب أيضا بتحسنات وباتفاقات تمضي على قدم وساق، أي أن هناك ربما اتفاق قريب وهو ما تحدث عنه الفريق العطاء بإعطاء روسيا نقطة تزود على البحر الأحمر، وهو اتفاق سابق تم إبرامه في 2018 في عهد الرئيس السابق، وهناك التزام وتعهد من الدولة السودانية بالمضي في هذا الاتفاق بعد مناقشة بعض القضايا الفنية. هذا الصراع الدولي والذي يجعل الولايات المتحدة تلتفت الآن للسودان، فضلا عن فشل السياسة الأمريكية نفسها في السودان على مدار السنوات الماضية، لم توفق الولايات المتحدة ولم تكن قادرة على تقديم حلول إيجابية لصالح القضية السودانية، راهنت على قوى سياسية الآن تصنف ضد القوات المسلحة وضد مصالح الشعب السوداني، وبالتالي هي تشعر
بأنها لم تحقق ما كان مطلوبا، وأن روسيا تمضي الآن خطوات متقدمة فيما يتعلق بالسودان وفي ملفات أخرى بطبيعة الحال.